السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده اكله حلوه قوي ان شاء الله تعجبكم، وما ننساش اللايك والاشتراك لو قناتي عجبتكم. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الحبيب. هنجيب صينيه ازاز المونيا، اي نوع صينيه مش هتفرق. نقطع بصلتين كبار كده حلوين، تمام. البصل الاحمر حلو قوي يا جماعه، حلو قوي بجد، تمام. ما بيوجعش العين وفي نفس الوقت بيدي طعم حلو في الاكل قوي، مش محلي زي ما بيقولوا بيسكر الاكل، لا بيدي طعم حلو قوي للاكل. انا بحب البصل الاحمر بصراحه، تمام كده. نقطع بصلتين كبار. الاكله دي سهله، ما بتوقفكش في المطبخ كتير، بتكمليش يعني اكله الانجاز بسرعه بسرعه، الواحد مش عايز يقف اصلا في المطبخ، فلا بتخليكي تخلصي بسرعه، والنتيجه بتاعتها بتبقى حلوه قوي بصراحه، مفيش حد ما بيحبهاش. هنقطع البصل دواير بقى، شرايح، مكعبات، اي تقطيعه مش هتفرق، تمام. خلاص كده جبت معلقه فلفل اسود، الملح بتاعنا، تمام كده. نفكه من بعض كده وندعكه بالفلفل الاسود والملح، بيدي طعم حلو قوي، جربي، وبيدي ريحه مختلفه تماما على فكره. فكي كده البصل من جوه بعضه ودعكيه في الفلفل الاسود والملح، بيدي طعم وريحه حلوه قوي بصراحه، تمام. حطيت كمان معلقه 7 بهارات اهي، حلوه قوي. لما بتجيبيها من حد مضمون بتبقى حلوه قوي وريحتها بتبقى حلوه قوي، بتفرق. انا جبتها من كذا حد، لا بتفرق لما بتجيبها من حد انت عارفاه وواثقه فيه بصراحه. جبت طماطميتين بس مش اكتر من كده، مش عايزه تحطي طماطم مفيش مشكله، هي مش اساسيه فيها الطماطم، بس انا قلت ايه اغير اللون يعني، بس طماطميتين بس، تمام. نقطعهم برضو دواير او مكعبات، تمام كده، وكله بايديكي كده وانت واقفه مش هتكملي، تمام كده. خلاص اوزع بس الطماطم كده على البصل من فوق، وهنزل ايه بالفراخ بتاعتنا. ايوه صينيه الفراخ بالبصل، صينيه حكايه، مفيش حد ما بيحبهاش يا جماعه بجد بجد، ربنا يهديها علينا بس وترخص وترجع زي ما كانت بجد والله، يعني ندعي لها في الايام الكريمه دي يهديها علينا، تمام. هنزل بالفراخ بتاعتي، اي كميه فراخ بقى براحتك، عايزه تحطي صدور، عايزه تحطي دبابيس، اي حاجه. انا عندي هنا بيحبوا الاوراق جدا فعملتها اوراق بس، تمام كده. ربع كوبايه ميه مش اكتر من كده، طبعا احنا مشغلين الفرن، تمام، لازم الفرن يبقى شغال. معلقه ارش بقى ايه، اديها التطعيمه بتاعتها من فوق كمان، فلفل اسود، ملح، 7 بهارات برضو من فوق، تمام. لازم الموضوع ده بجد يعني هيفرق كتير قوي عشان نطعمها كمان من فوق، تمام. هاي 7 بهارات، اكله اسهل منها ما فيش بجد، من الاكلات المريحه والنتيجه بتطلع جميله جدا جدا. ساعات بنعملها في حل على فكره برضو، عندي انا كنت ضربه في عامله اكله قبل كده، وضربه طماطم وجزر وبصل في الخلاط، تمام، فاتبقت مني كوبايه حطيتها، دي مش ملهاش يعني اي موضوع في الفيديو خالص، يعني مش عايزه تحطيها مش مشكله خالص، انا حطيتها مش هتاثر عندي يعني، تمام كده. خلاص خلاص خلصت كده زي ما احنا شايفين، الحلاوه والجمال، حلوه جدا، طعمه جدا جد والله. اللي انا حطيته في الاخر طماطم وجزر وبصل، ضربهم في الخلاط، تمام، على الفرن بقى بسرعه، الفرن بتاعنا طبعا سخن جدا اهي زي ما احنا شايفين، ما شاء الله ما خدتش نص ساعه في الفرن، ما شاء الله حلوه جدا، الريحه حلوه جدا، كلنا بنعملها
لما بيبقى زهقانين ما لناش نفس نعمل اكل، شويه مكرونه جنبها شويه رز تتاكل بعيش بس، لا بجد حلوه، وزي ما بنقول ندى للفراخ ربنا يهديها علينا بجد وتنزل زي ما كانت، وبالف هنا. وهتشوفي بقى الفراخ وهي دايبه كده وانت بتاكليها بالعيش كده وتغمسيها، يا سلام على الجمال يا جماعه، والله جمال جمال جمال، حلوه قوي قوي. شوفي بقى شكل الفراخ وهي طالعه كده، لا لا من الاكلات المحببه الينا. معظم الستات على فكره بتحب الاكله دي جدا لان هي سهله وطعمها حلو بجد. زي ما انت شايفه الفراخ لسه طالعه طبعا من الفرن، الصوص اللي تحت ده حكايه، انا بحب اكلها بالعيش جدا بصراحه. عايزه تحطي فلفل اخضر بس انا ما حطيتش عشان الولاد ما بيحبوش الشطه كلهم، فقلت عشان ايه يعني، فما حطيتش للاسف فلفل اخضر. زي ما احنا شايفين الصوص ده حكايه حكايه بجد. رشيه كده على الفراخ كمان من فوق يديله تطعيمه، انا ما نشفتهاش قوي عشان تتغمز او تتحط على الرز، فهماني؟ احنا شايفين احنا غطينا طبعا الصينيه بالفويل قبل ما ندخلها الفرن، تمام. اهي الفراخ دايبه بجد زي ما احنا شايفين، حلوه جدا. انا عايزه اعملها تاني دلوقتي بجد والله، حلوه طعمها حلو ريحتها حلوه. اتمنى الوصفه تعجبكم، وبالف هنا اهو العيش، ومع السلامه.